الألفين جنيه بتوعه تلت ومتلت، بس هو واحد أحسن ما أروح مع كل من هب ودب. أنا عملت اللي كنت فاكرة إنه أحسن ليه وليكو، جاهز إنه ده طلع لا أحسن ولا زفت، بس أديني حاولت. حاولي أنت بقى كمان، ولو لقيتي طريقة أحسن بقولي لي عليها، بس لغاية ما تلاقي الطريقة دي، وطول ما أنا بساعدكو وبصرف عليكو أنا مش عايزة حد يحاسبني، وكفاية عليا أوي حساب ربنا. ريهام مش عايزة تاكلي؟ أنا خلصت الغدا، أحط لك تاكلي معايا؟ مين قالك أنا عايز ساعة؟ أنت مش قلت إن ساعتك أستك هتقطع؟ هو أنا معرفش أفتح بوقي في البيت ده، يعني فين؟ ساعتي أستك هتقطع، هجيب لها أستك، هشتري ساعة جديدة. بعدين مين قالك إن ذوقك بيعجبني؟ ما أنا على طول بشتري لك حاجتك كلها على ذوقي وبيعجبك. مش حقيقي. مش معنى انا مش بحب اكسفك ان ذوقك بيعجبني، انا من حقي اجيب حاجات عجباني انا على ذوقي. خلاص يا شيري، اشتري اللي يعجبك وعلى ذوقك. انت اديني فرصه، اديني فرصه. نيفين هجيب كام ساعه؟ 100. انا اتخنقت نيفين، اتخنقت. نيفين انزلي روحي اي حته، معلش مش قادر اتكلم مع اي حد دلوقتي. روحي جيم. ما ينفعش خالص اروح الجيم لفتره طويله يعني. ليه؟ فين الفلوس؟ انتي معيش فلوس، لو معايا فلوس هستخسرها فيك ليه؟ يا نينا بتفكر في ايه؟ الشنطه بتاعتك فين؟ هخبي عليك ليه؟ يا واد كنت عند زبونه واخر 250 جنيه اديتهم لي قلبتني فيهم. قلت يا اخي انت تقلبي بلد، فين الفلوس؟ يا ابني الشنطه ما فيهاش فلوس. خدي الشنطه دور يا براحتك، مش هتلاقي حاجه، اوعى تطلعها. شفت قلت لك ما فيهاش فلوس. يبقى في صدري، يبقى في صدري. يا بصي وانا بربيك واكبرك عشان تمد ايدك على صدري. صدري اهو ما فيهوش فلوس. لو معايا فلوس هستخسرها فيك ليه؟ معايش بقول لك هستخسرها فيك ليه؟ ده انا شايل وتعبك وضايع عليك، ده انا عمري رايح عليك. يا ابني انا جايه استريح شويه واكل لهم، عندي هبوط، عندي شغل بعد الظهر. هتدفع معايا ولا مش هتدفع؟ هدفع. طب لما ياخدك يجعله اخر زادك. يعني انت دلوقتي يعني فين هتقولي للناس انا خلفت من شريف وبعد كده هبقى اتجوزه؟ انا مالي ومال الناس؟ الناس هيفرق معاها اذا كنت اتجوز ولا خلف؟ وبعدين هما مين اصلا الناس دول؟ هو في حد يعرف حاجه عننا؟ وبعدين يا شريف مش يمكن المحكمه لما تعرف اني حامل يدوني تصريح الجواز على طول؟ انت عايزه تروحي المحكمه وتقول لهم ان انت حامل مني؟ انت اكيد اتجننتي رسمي يعني فين؟ اكيد اتجننتي رسمي. ما هي مين قالك ان انا عايز اتجوز دلوقتي؟ مش عايز تتجوزني يا شريف؟ لا مش عايز اتجوز خالص. اتجوزك عشان تصرفي عليا يعني فين؟ وايه الجديد في كده؟ ما انا بقالي سنتين بصرف. فهمتي ليه مش عايز اتجوز؟ عشان ما يجيش اليوم اللي بتقولي لي الكلمه دي. انا مش قصدي يا شريف، انا قصدي يعني فين المشكله؟ ما احنا عايشين مع بعض كده كويسين، عمرنا ما اتكلمنا في موضوع الفلوس ده لان ما فيش فرق بيننا. لا في فرق بيننا. الفرق ان انا عايز افتح بيت لاتجوزها، مش هي تفتح لي بيت بفلوس اهلها. لا قول بقى انك كنت مستحلي عيشتك معايا لان ما فيهاش اي مسؤوليات، ودلوقتي لما دخلنا في الجد عايز تخلع؟ لا يا شريف الوضع اتغير، انا دلوقتي حامل ولازم نتجوز. مفيش حاجه اسمها لازم، مفيش حاجه اسمها لازم. ما تصحيش الصبح مقرره تخلفي وتقولي لازم. ايه اللي خلاك تحملي؟ ها ايه اللي خلاني احمل؟ هو انا حملت لوحدي؟ لا ما حملتيش لوحدك، بس لازم تاخدي رايي في موضوع الخلفه ده. انا كمان لازم اقول اخلف ولا لا. ماشي يا شريف، وجيني باخد رأيك دلوقتي، عايز تخلف ولا لا؟ لا يا نيفين مش عايز اخلف دلوقتي، مش عايز اتجوز دلوقتي كمان. طبعا هيلزموك في ايه الخلفة والجواز؟ ما انت تفضل تجري ورايا طول ما انت ضامن اني مش قادرة اتجوز، واول ما يبقى تصريح الجواز مضمون عايز تجري وتسيبني يا شريف.
انا هسيبك هسيبك يا نيفين. هسيبني هسيبني يا شريف، هسيبني عشان حامل يا شريف. لا يا نيفين، عشان ما بقناش ننفع لبعض، كل واحد فينا عايز حاجه غير التاني. ليه يا شريف؟ ايه اللي انت عايزه مش لاقيه معايا؟ طب انا عارفه انا عايزه ايه، انا عايزه ابقى اب. وانا عايزه ابقى اب يا نيفين، بس مش بالطريقه دي. البيبي ده لازم ينزل. شريف الطفل ده بالنسبه لك مش هيفرق حاجه، لكن بالنسبه لي كل حاجه. انت ليه مستكتره عليا؟ ده انا ما صدقتش نفسي لما عرفت اني حامل، كنت هطير بالفرحه. وانت ببساطه كده، ببساطه تقولي روحي نزلي البيبي؟ لا يا شريف، لا مش هنزله. البيبي ده هيفضل بيك ومن غيرك هيفضل. مش مش عاجبك يا شريف امشي امشي وخلاص امشي. انا ماشي انا ماشي يا نيفين. امشي 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 وخد القرف ده معايا، خد كل القرف ده معايا، خد كل القرف ده معايا. مش عايزه اشوفك يا شريف، مش عايزه اشوفك. طب والشغل اللي انت لسه طالع عليه ده ايه؟ وزباينك اللي انت بتقلبيهم دول ايه؟ ولا هم ال 250 جنيه بتوع المره؟ تكونش ناسي يا واد انك طافح اكل شارب نايم في البيت ببلاش، ولا تكون يا واد بتصرف على البيت وانا مش واخده بالي. انت هتذليني؟ لا ذلك ولا تذلني، اتشمل كده وشغل جيوبك وهز نفسك كراجل واصرف على البيت بدل ما تيجي تسرقني. انا مش بسرقك، دي فلوسي، الفلوس اللي ابويا سابها لي. جاتك بقى، والفلوس اللي ابوك سابها خلصت بح من زمان على مدرستك يا فالح. مدرستك انت هتشتغليني؟ ده انت مسرحاني من خمسه ابتدائي. عامل لك ايه مخك قافل؟ تقولش كنت بترضع غبا يا اخي. وانا يعني رضع من بره؟ ما هو كله منك. كان زمان دلوقتي معايا شهاده واشتغل شغلانه محترمه. شايف ايه يا عبيط انت؟ ده انت سمعتك ذهب صوابع دي تلف في حرير. ده اللي بيجيبه بتاع الشهادات في شهر بتجيبه انت في يوم. جاتك خيبه. قول لي اسره الغغه دي كلها ليه؟ ايه الخبر ده؟ بقول لك عايز فلوس. ما دي انا فاهماها ليه؟ عشان المحل. محتاجين نشتغل عشان نشطب. طب ما بسيطة، ما تاخد من ممدوح فلوس من تحت الحساب. هاتي عيش. خد. ممدوح طردنا. يا وكسة. يا وكسة سودة. طردك ليه يا فالح؟ طردك ليه يا روح أمك؟ طبعاً لقيت بتقفش حاجة من المحل صح؟ لا. قفش نجاستك وعايرني بيها. نجاستي يا عادل؟ بتقولي نجاستك؟ بتقولي نجاستك؟ مجنونة ولا إيه؟ نجاستك؟ يا لهوي 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 يا لهوي. تعالوا اتفرجوا يا ناس عليا كلمة الأمل يا ناس بالأمل. بربي وكبر عشان يومي. أنا بطلي فضايح. أنا كنت قبل ما أشوف. بطلي فضايح يا لهوي. أنا ما خلفتش راجل، أنا خلفتك. أنا راجل غصب عني. يا لهوي. غش. أنا راجل غصب عني.